بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شفتوا هالتمر ما شاء الله، هذه أكبر تمرة أشوفها في حياتي. أنا أتكلم عن نفسي طبعا. لا إله إلا الله تمر. يا ولد من وين ذي؟ هذه من سوق التمور من بريدة. سوق التمور. أنت اللي جايب أبو فهد؟ أي والله أنا اللي جايبها من سوق التمور بحدود 50 ريال. لها اسم؟ سلمى وريناها. حي ذا الاسم والله أبو فهد. أي والله أنا أقول أبو فارس من المقارنات إن هذه كاسة بدريق أبيالة. أيوة لا إله إلا الله. شوف فارس ندور لنا ندور ما شاء الله ما شاء الله. لا ترى لكن له طريقة بعد لازم. وشلون؟ لازم ما يبين لك التمر العادي. وش بتسوي بها؟ ورنا شو وطنا طولنا. أيوة ما شاء الله تفاح يا ولد ما شاء الله. يا فارس الأكل وهذه الثانية بسم الله. والله فيها كبر ما شاء الله. اسمها سلمى. سلمى لها فروخ أكيد. إيه موجود. الربع اللي عنده فروخ من ذي نبي منها والله. ما شاء الله ما شاء الله. شوف البس بعد كبرها. البس طول الأصبح. لا حطها ديالتك أبو فهد مرة ثانية. شوف ألعب أبو فهد. طبعا أبو فارس ما إحنا شوف ما إحنا بنتنقى. يلا. يلا. ميل بيالك كذا خلينا نشوف. ما شاء الله ما شاء الله. شو الفارس واحد غريبه انك ما جبتها عندك ذي. شوف الا موجود. لا قصدي تزرعها عندي. اي لا عندي موجود.